اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده لا سمك ولا فراخ ولا لحم، يعني ارديحي يا شيف؟ لا مش ارديحي ولا حاجه، احنا حريصين كل الحرص بعد اجازه العيد ولحمه العيد، وقضينا فتره طويله مع لحمه العيد وزحمه العيد، يكون مطبخنا مترتب كده ونعمل البقوليات بشكل جديد. معانا الفاصوليا البيضاء، اخواننا في الشام بيهتموا بيها جدا، بيعملوها مقبلات ومتبل وسلطه وحاجات جميله، احنا بنعملها المصريين يخنة، يعني صلصه طماطم مع فاصوليا حمراء وفاصوليا بيضاء بتبقى لطيفه وجميله. انا هعملها النهارده بالطماطم المسبكه من المطبخ المصري، هنشوف نعملها ازاي، واقدر اضيف لك التركايه الحلوه اللي هي الخبره الطهويه اللي هي الكزبره الخضراء مع التومه مع عصره ليمون مع بعضيها وتغلي كده، بالتاكيد هيكون طعمها مميز. معانا اطفال صغيرين على السفره، هقول لك انا مالي يا ماما بالفاصوليا وانا بتاع فاصوليا؟ لا لا لا، انا عامله لك النهارده مجانج مقليه بطريقه جديده. المجانج دي بتتعمل سندوتشات كلنا عارفينها، انا هعملها النهارده كريسبي كده بخلطه مغازيه حلوه، هنشوف نقليها ازاي في قلب الزيت. معانا كمان لهوات السبانخ والاكل الهيلسي، هنعمل السبانخ النهارده فطيره جميله حلوه بحبه البركه. انا من عشاق المخبوزات، او ان اخواننا اللي بيعملوا المخبوزات لما بيحطوا عليها حبه البركه والسمسم بتجيب الريحه من اخر الشارع. هنعمل فطيره النهارده بالسبانخ مع حبه البركه، بالتاكيد هيكون لها طعم مميز جدا. مطبخنا النهارده لا فراخ ولا لحمه ولا سمك، ولكن بطعم جديد ومختلف تماما. عايزين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل بالتاكيد في مفاجات وفي معلومه غير معلومه وافكار بسيطه طهويه، ولكن بفكر بسيط جدا نقدر نوصل للطعم اللي احنا عايزينه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع فرد العجينه اللي احنا هنعملها فطاير. احنا بنستغل كل دقيقه وكل ثانيه في البرنامج بتاعنا عشان نرضي حضراتكم ونكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. معانا فطيره بالسبانخ، مقاديرها على الشاشه يا استاذه رحاب بعد اذنك في العجاله. معانا سبانخ مفرومه طازه ومتقطعه. معانا العجينه بتاعتها، مقاديرها على الشاشه، كوبايتين من الدقيق، معلقه بيكنج باودر، بيضه، معلقتين من الزيت، ميه دافيه او حليب حسب الرغبه. البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وزعتر في المقادير بتاعتنا. تعالوا نشوف هنعمل ازاي فطيرة السبانخ ببساطة شديدة. طاسة على النار شديدة الحرارة. حلو قوي. ايه الأخبار؟ بنحط زيت زيتون مع زيت الزيتون، هنحط بصلاية ناعمة وتومة ناعمة عشان ننزل بالسبانخ بعد كده. ادي التومة الحلوة، ما نخليش التومة هنا تاخد لون، خلي بالك عشان ما تبقاش مرة. بتعملي فتة، بتعملي طشة للفتة بالخل اللي احنا عارفينها دي، اوعي التومة تتحمر من ايدك. حلوة اوي. معانا شوية كزبرة خضرة كده على التومة الحلوة عشان اشم ريحة حلوة. اهو زي الفل. الله. معانا سبانخ مفرومة طازة. اللهم صل على النبي. اهي. باخدها كده احطها هنا. اهو. كتير يا شيف. هنشوفها دلوقتي السبانخ دي بعد ما بتشم النار ونغطيها على طول بتهبط، واللي انتوا شايفينهم كتير دولت تبقى كميه قليله. السبانخ الطازه موجوده دلوقتي، ممكن تعملي السلق بنفس الطريقه. حلو قوي. السؤال جالنا من الكنترول دلوقتي، نعصر عليها ليمون عشان نستفيد بالحديد؟ طبعا، ولكن الليمون دايما يتحط للسبانخ بعد ما تطلع من النار. علل ولماذا؟ علشان الليمون بيسود السبانخ وهي على النار. انا بحط ميه مغليه اهو. شويه كده صغيرين. وهغطيها. بعد دقائق معدوده هنشوف السبانخ دي نزلت وهبطت في ارضيه الحله. واسيبها وانساها شويه. تمام. ونتكلم ازاي نعمل فطاير، سواء بنعملها بالسبانخ اي نوع من انواع الخضار. العجينه ما نحطلهاش خميره خالص، خلي بالك. فاصوليا بيضاء. حلو قوي. طيب معاها رز ابيض للتقديم طبعا على السفره بتاعتنا. اخبار السبانخ ايه؟ نبص عليها كده. ايه الدنيا؟ هو ده الكلام.
سبانخ طازه على النار اهي، نقلب كده اهي، مجرد ما بنقلبها خلاص هبطت معانا اهيت زي الفل اهي. الحله كانت مليانه من شويه، نسيبها على النار كده اه، نحط عليها شويه الملح الحلوين بقى، البهارات بتاعتنا، التومه فيها كزبره خضراء اه زي الفل، بهاراتنا يا عم الشيف، ملح، والملح بيدي لها خضار ولون اه، فلفل اسود ماشي، الليمون طبعا مش هنضيفه دلوقتي خالص زي ما قلت لحضراتكم بعد ما بتبرد اهو، عينيه نعمين لا خالص، بيقولوا لي في الكنترول نحط كربونات عشان يبقى لونه اخضر، لا لونها اخضر معايا، ما حطيتش كربونات والله العظيم، هو الملح اتحط مع اي خضار، بروكلي، فاصوليا خضراء، سبانخ خضراء، حط رشه الملح مع الميه وهي على النار يديك الخضار الحلو اللي باين على الشاشه ده، عشان نقول مع بعض بصوت عالي الصوره الحلوه على شاشه القناه الاولى تتحدث عن نفسها. اه شفت راحت فين السبانخ؟ هبطت اه، هاخدها اصفيها تبرد، انا مهتم بيها علشان تبرد شويه، عشان هستخدمها دلوقتي بطريقه جديده اه زي الفل. اللهم صل، تعالي هنا يا حلوه اه، ناخدها كده بالراحه، فاصوليا السبانخ جاهزه، نجيب كسروله كده بسرعه، اللهم صل على النبي، ومعانا من البيض اتنين، البطين دول حلوين قوي، عينيه حلو، بعمل حركه لطيفه كده، بحط بصلايه ناعمه حلو قوي مع البطين، معانا شويه بقدونس حلوين مع البطين، عصره ليمون اللي بنتكلم عليها مع البطين حلو قوي، دول بنقلبهم كده بسرعه. ليه البيض يا عم الشيف هنا؟ دي احنا بنعلي من القيمه الغذائيه بتاعت السبانخ، بنبني الهرم الغذائي، اصبح سبانخ يعني حديد يعني الياف يعني معادن، مستودع كبير من المعادن السبانخ كلنا عارفين، بس عشان نستفيد بيها كويس لازم طبعا ما نشربش وراها شاي، لازم نحط عليها عصره الليمون بعد ما تبرد زي ما انا عملت دلوقتي مع البيض، ونقلب كده اه، ونقلبها ونسيبها على جنب كده يا عم الشيف، علشان هتخش جوه فطيره دلوقتي اه، جوه العجينه اللي انا فارتها اه زي الفل تمام، دي خليكي كده على جنب ثواني معدوده. معانا العجينه بتاعتنا فردناها، نوسع الدنيا كده عشان دي هنحطها دلوقتي في صينيه، الصينيه مجهزينها معانا زي الفل، تعالي يا حلوه تمام اهو، والعجينه اخبارها ايه؟ جاهزه اه. العجينه دي ما فيهاش خميره خالص اهو، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي اه. زي الفل، سكينه كده نقطعها من الجناب، الله قطعيه حلوه اهو، تاخدها زي ما هي كده في قلب الصينيه، اللهم صل على النبي، وعندنا السبانخ بتاعتنا الحلوه زي الفل. احنا بس عايزين نوصل معلومه للساده المشاهدين ان احنا نجتهد ونسعى لارضاء حضراتكم كلنا كفريق عمل، فطيره السبانخ دي هيزلها من الطايم تقريبا مش اقل من نص ساعه عشان تخش الفرن تستوي، انا بقفلها دلوقتي مع حضراتكم في الطايم الباقي عندنا، ولكن تقفلها في الفرن بقى الدور عليك انت اه، زي ما هي كده باخدها واحطها هنا في قلب العجينه، الله طبعا في بيض في المكونات هنا، فانا هنا مطمئن اطمئنان تام ان السوائل دي مش هيبان لها اي اثر خالص اهو، باخدها زي ما هي كده والم العجينه بتاعتي، زي الفل زي ما هي كده يا عم الشيف، عندنا حبة البركة، بنعمل حاجة حلوة هنا كده زي الفل، بناخد شوية صلصة من اللي موجودة عندنا، شفت أنا بعمل إيه؟ هو ده الكلام أه، وندخلها الفرن في درجة حرارة 180، أدي حبة البركة أهي، الله عليك يا عم الشيف، جربيها، شفت الطريقة دي كده أهو، العجينة دي طبعًا هتشرب الصلصة اللي إحنا نزلناها معاها
بالشكل ده كده، وعندنا درجه حراره الفرن 180 ندخلها مع بعض الفرن. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، هندخل دي الفرن مع بعض ونشرح التفاصيل. مكانها هنا في الفرن. تعالي يا حلوه. زي الفل بحبه البركه. صوره فطيره السبانخ من الفرن تتحدث عن نفسها. ايه التفاصيل يا عم الشيف؟ درجه حراره الفرن معاكي 180 كانك هتعملي كيكه، بنقفلها في الفرن كده، عازلها من الطين بما يرضي الله 30 دقيقه، بتطلع معاكي العجينه كريسبي لطيفه لان فيها بيكنج باودر واخده سكه البسكويت، ومعانا السبانخ مستويه لان داخل في مكوناتها بيضه من المكونات، والسبانخ بتاعتنا كلنا عارفين قيمتها الغذائيه عاليه جدا، ولكن احنا نجتهد عشان نكون مع حضراتكم صادقين، بنعمل كل حاجه وعلى عينك يا تاجر. رؤية فن ابداع. فاصوليا بيضة عملناها بالطريقة البسيطة السهلة، عملنا مجانك حلوة للأطفال الحلوين، معانا فطيرة في الفرن بالسبانخ بتستوي شكلها يحمر مع حبة البركة تبقى لطيفة وجميلة. بنشوف الكلام ده كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا أبو غازي؟ بالتأكيد من ماس بيرو. We'll be right back.